عايزين نعمل مراجعه كده ونتكلم مع بعض ونحكي شويه بخصوص انمي مسلسل دكتور ستون. مبدئيا كده مسلسل رائع حلو جدا جدا. الاستوديو اللي شغال على المسلسل مقدمه بشكل ممتاز جدا. الرسم والتحريك خطير رائع جدا، مفيش فيه غلطه حقيقي، مش زي طبعا 7 ديدلي ساين اللي كان بدأ الموسم الاول حلو جدا وبعد كده الرسم بقى في النازل ومش عارف ايه السبب. لا، من ضمن الاسباب الاساسيه والمهمه اللي تخلي واحد يقعد يتفرج على مسلسل انمي، من ضمن الاسباب الكويسه بعد القصه والحبكه والكلام ده كله، الرسم والتحريك. فالرسم والتحريك لا ده مهم جدا، مهم جدا جنب القصه طبعا. اصل في ناس كده ظاهره طالعه جديد كده، ناس بتقعد تقول لك، الناس مثلا بتقول يا جماعه ده الرسم والتحريك زفت وحش جدا. الاستوديو اللي كان شغال على 7 ديدلي ساين الخطايا السبعه المميته كان السيزون الاول تحفه، رسم وتلوين حاجه رهيبه، تحريك رهيب خطير. بعد كام سيزون كده تقريبا استوديو تاني خد المسلسل اشتغل عليه، بوظ الدنيا خالص، طلعها طلع لنا عاهه فنيه بجد والله، يعني رسم نيله عاهه فنيه. وففي ناس بقى بتقول لك عادي يا جماعه ازاي ومش ازاي، ولا مش عادي، عادي ازاي، عادي ازاي يعني، انت بتفرجني على عاهه، بتفرجني على عاهات وتقول لي عادي؟ لا مش عادي، الاستوديو قد الشغل يشتغل، مش قد الشغل يشوف استوديو غيره بس كده. انت ترضى تبقى راجل مؤلف مانجا محترم وعامل مانجا مشهوره ومعروفه ومنتشره ولها جمهور وتروح استوديو تتشوه وتبقى عامله زي العاهه؟ انت تقبل؟ انت ما تقبلش. فالحاجه تتقدم بشكل كويس. لا، نرجع لموضوعنا، دكتور ستون من المسلسلات الرائعه جدا اللي متقدمه بشكل هايل من اول حلقه لحد السيزون الثاني اللي خلص، اللي هو ستون وور. كان السيزونين مفيش فيهم غلطه. نيجي بقى للقصه. فجاه كده الناس قاعده في امانه الله، كل واحد بيشوف مصلحته. فجاه كده حصلت ومضه، حاجه اسمها ومضه، يعني ايه؟ ضوء كده قوي جدا لونه اخضر، ضوء كده جامد قوي كده، يعني الناس كده شافت ضوء جامد جدا. حصل تحجر للجنس البشري، الناس كلها، البشريه كلها اتحجرت، كل الجنس البشري تحجر، بقى عباره عن حجاره يعني، اتحجر كده بقى. فطبعا يعني ايه ده؟ طبعا من وحي خيال المؤلف، يعني ان هو عايز يقول لك ان احنا ايه، عايزين نرجع الناس دي. لا، هو المسلسل اصلا مسلسل علمي قايم على العلم، يعني بيتكلم عن العلم والكلام ده كله. فطبعا احنا ايه، المؤلف عايز يرجع العالم ده لقبل الميلاد، عايز يرجعنا لايام العصر الحجري. يعمل ايه؟ فقال لك اما افتكس حاجه كده يعني، وقال لك اما ايه، نعمل زي ومضه كده، حد صراحه مش عارفين سببها ايه. فهي الومضه دي اللي تسببت في يعني تحجر الجنس البشري. طيب ماشي كده، الناس كلها تحجرت. فهنا بيورد في ذهني سؤال، بعد ما الجنس البشري تحجر، يعني في سؤال تروض كده في ذهني، هنسيبه دلوقتي على جنب، اكيد احنا معانا سؤال. نيجي بقى اللي بعد كده، بعد الجنس البشري ما تحجر، ايه اللي حصل بقى؟ الناس فضلت متحجره كده، يعني مغلفين بطبقه من الصخور، متحجرين، ولكن الوعي شغال. يعني ايه؟ يعني الباشا بيفكر، يعني عنده وعي، الوعي شغال. ايه ده اللي هو، عارف انت، ذهنك شغال، ذهنك حاضر، بس انت لا بتتكلم ولا بتتنفس ولا اي حاجه، انت متحجر كده بس الوعي بتاعك شغال. اللي هو ايه ده، انا فين، انا مش قادر اتحرك، انا مش قادر اتكلم، انا مش قادر، بس الوعي شغال بقى. مش صعبه دي شويه برضو؟ يعني ماشي، هو كل ده من خيال المؤلف وكل حاجه، ما تراجعش وراه يعني، خده وخلاص، اشتري منه وخلاص، ما تقعدش تراجع وراه وتدور وراه وكده يعني. بس عيب، بما ان هو مسلسل علمي كله عن العلم، وازاي بقى سينكو اللي هو بطل المسلسل هيقدم حاجات للعلم وهيخترع حاجات للعلم وهيعرف الناس، ما ينفعش برضه تلعب بعقل المشاهد برضه. يعني انت ما دام هتبتديها كده تهريج، ما اكيد اللي هياخده منك بعد كده تهريج. انما طبعا كان المفروض تبتديها حلو عشان نكمل مع بعض حلوين. فالمهم هو ابتداها معانا بتهريج، يعني ايه وعيك شغال؟ يعني الوعي شغال ازاي وانا متحجر؟ ماشي. طيب الوعي شغال بتاع الشخص، وفضلوا متحجرين آلاف السنين، وحطوا تحتها 100 خط، يعني إيه؟ يعني الناس فضلت متحجرة كده آلاف السنين، مش عارف كام ألف سنة متحجرين، الكون كله متحجر، عبارة عن حجارة، كل البني آدمين حجارة، آلاف السنين. أول ما الناس كلها اتحجرت، كل واحد بقى كان في اللي مكفيه بقى، إيه ده اللي بيحصل؟ إيه المصيبة ديت؟ إيه يا رب اللي إحنا فيه ده يا رب؟ هو إحنا بنموت ولا إيه؟ القيامة قامت ولا إيه؟ كله بقى فاهم أنت؟ رعب بقى، فزع. الناس اتحجرت يا جدع، ما عدا سينكو بقى. سينكو اول ما اتحجر تمام، كان قاعد بيعد، واحد اثنين
3 4 5 انت بتعمل ايه؟ بيحسب الوقت. يعني الناس كلها فعلاً مكفيها، وسينكو اول ما تحجر كان قاعد عمال يعد ويحسب الوقت. طب انت بتحسب الوقت ليه؟ عشان لما ابقى اتفك من التحجير واخرج يعني من اللي انا فيه دوت، ابقى انا عارف النهارده ايه، النهارده كام في الشهر، فات كام يوم، فات كام شهر، فات كام سنه، ابقى عارف يعني. عشان بس عندي ميعاد، بس بعد 4000 سنه عندي ميعاد بس، فمعلش بس كنت عايز اعرف يعني. مش للدرجات دي يعني، مش للدرجات دي، لا بجد مش للدرجات دي يعني. يعني ازاي الباشا فضل نايم في التحجير متحجر عمال مال يعد الوقت في ذهنه عشان يعرف. ما علينا، المهم هو يعني سينكو دوت التحجير اتفك من عليه بالصدفة. يعني ايه فجأة كده التحجير ده اتفك، الحجارة اتشالت من عليه زي قشرة كده، قشرة حجارة اتفكت من عليه. بقى ايه ده التحجير اتفك، انا فين، انا قام بقى من التحجير. فلما قام من التحجير طبعا ما هوش عارف هو يعني ليه اتحجر وليه اتفك من التحجير، ما هوش عارف ليه هو اتحجر فجأة والناس كلها اتحجرت، وما هوش عارف برضه هو اتفك ازاي، يعني ليه رجع، ازاي رجع لطبيعته، وهل هو لوحده اللي رجع لطبيعته ولا في ناس رجعت لطبيعتها. لا كان هو لوحده اللي رجع لطبيعته، هو لوحده بس. فطبعا كان بقى طبعا يعني رجع لطبيعته بقى، عارف بقى النهارده كام، يعني ايه ده، ده انا كنت بعد وبحسب، احنا كده بقالنا 9000 سنه، النهارده 9000 سنه، تمام حلو، عدى 9000، كان بيحسبهم يعني. المهم يعني الراجل ما كدبش خبر، واول ما فاق كده بدا بقى يبني بقى ويشتغل. قال لك انا هعمل بيت، اعمل كوخ، وابدا بقى ايه اجمع بقى اكل واعمل ملابس ليا، واكنك في العصر الحجري بالظبط. يبدا بقى ايه يتاقلم ويعيش بقى ايه، يحاول يتهيأ ويعيش ويتكيف مع ايه هذه البيئه. طبعا لما الناس بتتحجر ايه اللي بيحصل، العنصر البشري متوقف. فما دام العنصر البشري متوقف عن العمل، اذا في كوارث هتحصل. لو في مفاعل نووي هيضرب، لو في مصنع هيتحرق، لو في كهرباء هتولع. فطبعا مع تحجر توقف العنصر البشري في كوارث كتير حصلت. فلما الكوارث دي حصلت، حصلت بقى كوارث كبيره جدا، يعني العالم خرب، الدنيا باظت. فلما العالم اتقلب والدنيا باظت، الطبيعه بدات مع مرور الوقت والسنين انها تستعيد نفسها من اول وجديد. فهو من الاخر كده المؤلف هيطق من جنابه، المؤلف هيطق من جنابه، هيموت كده وهو عايز يوصلك لهذه المرحله. ايا كان الغساء والهبل اللي هو مقدمه لك بقى في الحلقتين اللي فاتوا، وهو عايز يوصلك بس انسى اللي فات وخليك معايا من الاول هنا. بص يا باشا، في نهايه عالم حصلت، في تحجر، في بتنجان، في هم ازلي، في كوليرا، في طاعون، في اي بلا ازرق. المهم يعني ايه، كل الناس متحجره، وسينكو ده هو اللي ايه، هو اللي عايش دلوقتي وبعد الاف السنين ومفيش تكنولوجيا خالص. هو المؤلف غم عينيك واخدك من ايدك وتعم فسحك، وايه باشا مفيش كون، مفيش عالم، احنا رجعنا تاني للعصر الحجري. وفي سينكو دوت، سينكو ده شاب كده بيحب العلم، بيحبه قوي، عاش طول حياته بيحب العلم قوي. بس من هنا بقى تبدا القصه. وطبعا في نفس الوقت بقى سينكو كان بيحاول ان هو يكتشف سر الوندا، يعني الوندا دي جت منين والناس اتحجرت ليه، وفي نفس الوقت برضه بيحاول يدور على طريقه يكشف بيها ازاي هو اتفك من التحجر، ازاي فاق من التحجر. طبعا بالنسبه للمكان اللي سينكو كان نايم فيه لما كان متحجر، يعني كان في عش كده، في خفافيش، وكان في سائل كده، ما اعرفش نترات الايه كده، الصوديوم ولا البوتاسيوم ولا ما اعرفش ايه، كان بينقط على يعني الجثه بتاعته المتحجره. فالنقط دي هي اللي فكت الايه التحجر يعني. فبدا بقى ياخد السائل دوت بتاع السائل اللي كان بينزل ده من بيت الخفاش ده، وبقى يعمل تجارب بقى على ايه، على الطيور. يعني ايه يعني، في طائر متحجر يحط عليه السائل، يشوف بقى الطائر ده الحجاره دي هتتفك من عليه والطائر هيرجع يطير تاني ولا لا. فبقى يعمل تجارب بقى، ياخد السائل ده اللي كان في الكهف دوت، السائل ده ياخده يضيف عليه شويه حاجات، ويبدا بقى يعمل تجارب على الايه الطيور المتحجره يعني. ولو في طائر الحجاره اتفكت من عليه وطار، يبقى هو كده نجح، قدر يرجع سائل الاحياء اللي هو يحطه على لو في شخص متحجر يحط عليه السائل دوت الحجاره تتفك من عليه.
ويرجع تاني بقى طبيعي فوق يعني زي ما حصل مع سينكو بالظبط. وهنا طبعا بيورد في ذهني سؤال تاني غير السؤال الاولاني نركنه على جنب كده بقى معانا سؤالين. وبس يا باشا فضل بقى كده طبعا بياخدها زي التجارب عايز يعرف ازاي يفك التحجر اللي هو فاق من التحجر وعايز برضو يقيم الناس. في ناس كتير جدا متحجره عايز الناس دي كلها ينقذ الناس دي كلها. فطبعا بقى يعمل تجارب كتير وبتاع لحد ما في الاخر نجح ان هو عمل تجربه على طائر والطائر ده تحجر اتفتت كده من تحجر الحجاره عليه اتفتتت والطائر بقى ايه ونجح بقى ان هو يخترع يعني يكتشف السائل اللي يخليه ايه يفك الناس من التحجر. فنيجي بقى للاسئله بقى هو اشمعنى السائل اللي انت عملته ده هو اللي فكهم من التحجر؟ امال انت اتفكيت من التحجر ازاي؟ يعني انت اتفكيت من التحجر ازاي بما ان انت يعني في سائل نزل عليك كده فكك من التحجر؟ طيب ليه ما خدش السائل ده على طول حطيته على الطائر مثلا او على اي حد تاني فيتفك هو كمان من التحجر؟ انت كنت عمال تعمل تجارب على ايه؟ يعني انت كنت عمال تعمل تجارب على ايه؟ فانا برضو دي انا مش فاهمها. تاني حاجه اثناء ما هو كان يعني بيعمل بيت بقى وبيعمل عشه كوخ كده ليه وبيعمل ملابس وبتاع وبيحاول يتكيف يعني طلع عليه شويه قرود. طب هي ليه القرود دي مش متحجره؟ مش الومضه دي حجرت كل الجنس البشري والحيوانات وكله؟ هتقولي لا يا عم ده الجنس البشري بس، امال الطيور ليه متحجره؟ يعني ليه الطيور متحجره وليه في قرود مش متحجره؟ فمحدش فاهم هو البشر متحجرين ولا الحيوانات ولا البشر والحيوانات ولا البشر والطيور؟ يعني ما علينا. يعني هو المخرج برضو يعني المؤلف برضو ايه تتكلمش عن المؤلف كتير يعني ما تحرجوش يعني. المهم بعد ما سينكو عرف يظبط سائل الاحياء اللي بيخرج الناس من التحجر اول حاجه عملها ايه؟ قال انا عايز بقى ناس معايا بقى انا افضل عايش لوحدي. هوب قام حط السائل بتاعه على مين؟ على واحد صاحبه تمام فبقى من التحجر وقدر ان هو يبقى ليه بقى يبقى معاه واحد بقى معاه خلاص انقذه من التحجر بقوا مع بعض بقى كده هم بقوا اتنين. وطبعا التاني اللي كمان يعني قيمه من التحجر دوت كان في بنت بيحبها كده نفسه هو كمان ايه تقوم من التحجر فقال لي سينكو ايه والنبي اديني لافيني حبه من السائل بتاعك ده نحطه على البنت اللي هناك دي عشان هي برده هنا تلزمني معلش. فقام سينكو برضو حط عليها السائل راحت ايه هي كمان اتفكت من ايه من التحجر. يعني هما كده بقوا ثلاثة سينكو واثنين اللي هما ايه اللي هو فكهم خرجهم من التحجر. فطبعا هما الثلاثة بقوا بيحاولوا بقى يتأقلموا ويتكيفوا والسائل ده قليل بيحاولوا يصنعوا منه يعني سينكو بيحاول يصنع منه اول باول وطبعا محدش يعرف سر هذا السائل غير مين غير سينكو. المهم طبعا في يوم من الايام هم ماشيين طلع عليهم اسد هو المؤلف عايز كده يعني هو عايز يطلع عليهم اسد. المهم طبعا طلعوا يجروا بقى والاسد يجري وراهم ومش عارف ايه والاسد هياكلنا وبقوا خايفين ومرعوبين ومش عارف ايه. فطبعا سينكو كان معاه سائل الاحياء اللي هو اللي بيفك من التحجر دوت ولقى مين لقى تمثال بتاع واحد كده بقى بطل قوي جدا اسمه تسوكاسا. طبعا قال لك بس صاحب قال له بقول لك ايه كب عليه السائل ده وخليه يطلع من التحجر عشان ينقذنا من الاسد. فهوب على طول حط عليه السائل فتفك من التحجر. فلما تفك بقى من التحجر ضرب الاسد بقى سكاسا ايه ضرب الاسد ده مش ضرب الاسد ده ضرب الاسد وشو يعني شلوحه خالص واخد الفروه بتاعته كمان لبسها. فكده هو اربعه يعني بقى سينكو والولد والبت وتسوكاسا اللي هو القوي اللي لسه ايه فكوا من التحجر. طبعا المهم يعني بقى هم الاربعه مع بعض فضلوا عايشين مع بعض فتره. تسوكاسا قال له بقول لك ايه تقلقش انا بشكرك ان انت فكتني من التحجر وفي نفس الوقت انا هصطاد وهجيب لك اكل وبتاع وهنساعد بعض وانت تمام انت راجل قبها وانت يا ابني بتشتغل شكرا والحياه حلوه يعني. المهم كده في يوم من الايام هم قاعدين على البحر كده في امانه الله تقريبا بيخترعوا الصابون او ما اعرفش بيعملوا ايه. فالمهم بقى تسوكاسا ايه شاف تمثال لراجل مش عاجبه كده قام هوب قام رايح دب بقى مش عارف قام مديله شلوت باين ولا ما اعرفش قام مديله بنيه راح مكسر التمثال. طبعا انت باشا كسرت التمثال يعني ايه؟ يعني الراجل مات. ليه مات؟ ما هو ميت. لا يا باشا هو مش ميت هو متحجر. لما بنحط عليه سائل التحجر بيتفك عنه التحجر والراجل بيرجع تاني. فانت كده لما كسرت التمثال يبقى انت قتلته. تمام. طب ماشي يعني تسوكاسا انت قتلته ليه بعد اذنك؟ بس ده سينكو بيقول لتسوكاسا بيقول له يا باشا انت قتلته ليه؟ قال له الراجل ده يا باشا الراجل ده راجل وحش راجل ظالم انا اعرفه اصلا كان رجل اعمال وكان راجل تقيل وبتاع والراجل ده اصلا راجل مش حلو راجل مش كويس راجل فاسد وظالم عشان اريح الناس منه بقى. فسينكو قال له يا باشا انت مش من حقك ان انت تموت حد يعني انت ازاي تاخد قرار كده من نفسك انك تموت حد يعني. قال له يعني ايه يا سينكو انا موت اللي انا عايزه يا
يعني انا موت اللي انا عايزه حبيبي، انا ده الراجل ده انا موته. قال له لا يا باشا انت مش من حقك ان انت ايه تموت حد، معلش معلش. قال له اه شكلنا كده يا باشا مش هنتفق، شكلنا كده مش هنتفق. بص يا سينكو انت من طريق وانا من طريق، انا اخد بعضي واشوف حالي تمام، واموت اللي انا عايزه وقت الناس اللي انا عايزها، وانت باشا خليك في حتتك واعمل اللي انت عايزه. طبعا سبب الخلاف ايه بقى؟ ان تسوكاسا عايز يموت الناس الوحشة علشان يطهر البشرية، ما يبقاش فيها ناس وحشة خالص، كل الناس اللي عايشين يبقوا كويسين. هو شايف ان له مطلق الحرية انه يعمل حاجة زي كده، انه يقتل الناس الوحشة حتى لو احنا عارفين ان هم وحشين. ده برضو ما يديناش الحرية ان احنا نموت حد، ما يديناش الحق ان احنا نموت حد. هو شايف ان هو ليه الحق ان يقتل الناس الوحشة دي. سينكو رافض هذه الفكرة، فده كان سبب الخلاف. تاني خلاف ان تسوكاسا رفض فكرة العلم. طب انت تسوكاسا رفض فكرة العلم ليه؟ انت ايه اللي مضايقك من العلم كده يا باشا؟ لا انا مش عايز علم. امال انت عايز ايه؟ عايز تعيش في همجية يعني؟ مبقاش فيه علم، مبقاش فيه تقدم، مبقاش فيه تحضر. اه انا مش عايز، انا رفض فكرة العلم. ليه بقى؟ لان العلم دوت لما هيبقى يكبر العلم هنبدأ نتقدم، هنبدأ نتطور، هترجع تظهر الأسلحة، يرجع يظهر الدمار، يرجع يظهر الفساد. فهو عايز يمنع الموضوع من بدايته. تسوكاسا عايز يمنع الموضوع من بدايته، مش عايز يبقى فيه علم. فيه علم إذن هيبقى فيه دمار، العلم هيتطور هيبقى فيه دمار زي ما كنا بنشوف قبل كده. مفيش علم نعيش حياة طبيعية جميلة مليئة بالسلام والوئام والرخاء والسخاء والكلام ده كله يعني. فطبعاً ده الصراع بقى، صراع بين تسوكاسا وسينكو. سينكو باشا انا هبني العلم من اول وجديد، انا العلم ده هرجعه تاني من اول وجديد. والتاني لا، احنا نطهر البشريه ونقتل الناس الوحشه ونعيش مع بعض في سلام، ومبقاش في حاجه اسمها علم ولا كلام، ونعيش على الطبيعه. طبعا ده غباء يعني. ليه بقى؟ يعني ايه يعني تسوكاسا يعني ازاي يعني؟ هو المؤلف يعني شايف ان هي دي الحبكه يعني؟ لا هي حبكة سيئة بصراحة. ليه بقى؟ لأن تسوكاسا اللي بيقوله ده هبل، لأن العلم كده كده هيجي شئت أم أبيت. يعني لو مش وانت عايش العلم هيظهر حتى بعد ما تموت. يعني انت بعد ما تموت خلاص كده يعني مش هيبقى في علم، انت هتموت واللي يجي بعدك هيموت واللي يجي بعدك هيموت، والعلم كده كده هيظهر عجبك أو مش عجبك، العلم كده كده هيظهر وهيكبر وهيتطور. فبرضو مش دي الحاجة المؤثرة قوي اللي المؤلف يخشنا بيها كده منها يعني. يقول لك ايه في صراع بقى بين العلم ودوت مش عايز علم فطبعا المؤلف عايز يوريك ان الصراع في ظاهره ان تسوكاسا مش عايز علم خالص، ضد ان هو يبني مجتمع فيه علم خالص، تخترع ليش حاجه ولا تكتشف لي حاجه. وسينكو عايز مجتمع يعني يكون فيه العلم، نبدا نكتشف ونخترع النور والمولد والمحرك وننهض بالعالم من اول وجديد، حتى لو العالم ده رجع لقبل الميلاد نعيده من الاول مفيش مشكله. المهم يعني هما الاثنين هم واقفين على البحر اختلفوا بقى. طبعا لما قال له لا يا باشا اللي انت بتعمله ده ما ينفعش اختلفوا، ولما اختلفوا مسكوا في بعض بقى واتخانقوا كده، وقعدنا نحوشهم وبتاع. يا باشا خلاص اهدى بالله يا عم، صلي على النبي يا عم، ما تموتش حد حرام يعني، ما ينفعش نموت حد برضه ما ينفعش. والتاني قال له لا يا باشا انا موت زي ما انا عايز، انا حر، ده راجل بايظ وفاسد، ولو فكيت عنه التحجر هيجي يقول لك يا باشا الارض دي بتاعتي. هو راجل بايظ اصلا وفاسد. ماشي يا عم هو راجل بايظ وفاسد، مش من حقنا نموته وخليه متحجر مع نفسه يا عم، مش هنقيمه دلوقتي. المهم يعني تسوكاسا راكب دماغه وهو شايف ان اللي هو بيفكر فيه ده هو الصح، وان سينكو لو فضل ماشي في نفس الطريق والسكه هنعيده من الاول. تسوكاسا عايز يغير هذا المنظور، عايز يبتدي العالم بس بشكل مختلف بحيث تبقى النتيجه مختلفه، وده طبعا مش هيحصل يعني، لان انت كده كده هتعيش كام سنه وهتموت، هيجي غيرك هيجي غيرك هيجي غيرك، والتقدم كده كده هيبان وهيظهر، والعلم هيظهر غصب عنك. فطبعا تسوكاسا بعد ما اتخانق مع سينكو قال له يا باشا انا عايز طريقه سائل الاحياء، انت لازم تقول لي على السائل اللي بيفك الناس من التحجر. فطبعا سينكو قال له ايه، طبعا مش هينفع يقول له. فطبعا قعدوا يتخانقوا مع بعض وما اعرفش ايه وشويه سسبنس كده. فسينكو قال له على طريقه سائل الايه، السائل اللي بيحيي بيه ايه الناس. فتسوكاسا عرف التركيبه وبتاع فسابهم ومشى. وطبعا يعني ايه يعني ضرب سينكو، يعني ظن ان سينكو ايه مات، بس سينكو ما ماتش يعني، فهو ظن كده يعني. فالمهم خلفهم ومشى، ساب الولد والبنت مع بعض، وسينكو المفروض ان هو مات، وهو بقى ايه خد بعضه ومشى، راح مكان تاني خالص بعيد، وبدا ينشئ مملكه خاصه بيه، بقى يحيي ناس هو عايزها، مع السائل عرف التركيبه، يقيم الناس اللي على مزاجه، بيقيم الاقوياء بس،
بيقيم الناس اللي هتسمع كلامه بس وتطع أوامره بس، ويقيم الناس اللي تقدر تخدمه وتساعده وتدعمه في الفكرة اللي هو عايز ينفذها والكلام ده كله. وبالفعل عمل مملكة خاصة بيه فيها ناس كتير، رجالة وستات وبس، طبعا عايشين كده شبه الهمج، بياكلوا بيشربوا وما تحس ان هم مالهمش هدف يعني، وعاملين شويه اكواخ كده ومش عارف يعني، حياه همجيه كده مش زي سينكو. هو كل ده فاكر ان سينكو ميت، بس هو سينكو ما ماتش. عمل خطه، سينكو عمل خطه وقال للولا والبنت اللي معاه، قال لهم بقول لكم ايه، انتوا لازم تروحوا تعيشوا مع تسوكاسا وتقولوا له ان هو مات خلاص، واحنا هنعيش لوحدنا، نعمل ايه، احنا جايين نعيش معاك بقى يعني، احنا نعيش معاك يا تسوكاسا لان سينكو مات خلاص، انت قتلته حسب الله ونعم الوكيل فيك، احنا نروح نعيش معاك. وبالفعل قال لهم انتوا هتبقوا جواسيس ليا يعني، هتروحوا تعيشوا معاه بس انتوا جواسيس، وان شاء الله نتقابل بعد سنه ولا سنتين كده، بعد سنه ولا سنتين نتقابل. طبعا بقى سينكو بقى لوحده، وتسوكاسا بقى عامل مجتمع بقى خاص بيه، طبعا عاملين زي الهمج كده عايشين مع بعض، وسينكو بقى بيحاول ان هو بقى ايه يبني مجتمع حلو وجميل ولذوذ وعسول، وفي علم وفي نظافه وفي تكنولوجيا وفي نور وفي مولدات وفي محركات وفي كل حاجه. طبعا تتوالى الاحداث ويكتشف سينكو ان في مكان عايش في ناس كتير. عايش في ناس كتير ازاي؟ هو مش الناس كلها متحجره؟ الناس دي جت ازاي يعني؟ اتضح يا باشا ان في مكوك فضائي، مركبه فضائيه كانت في الفضاء، اما العالم اتحجر هم ما اتحجروش. ليه؟ عشان هم كانوا بره كوكب الارض، فبعد العالم ما اتحجر المكوك الفضائي ده رجع الارض تاني، فالمكوك الفضائي ده لما رجع الارض لقى الناس كلها متحجره، فالناس اللي كانت موجوده في المكوك دول عاشوا على الارض وعملوا مجتمع خاص بيهم، وبقت قريه على مدار السنين، الناس دي عاشت على الارض وعملوا قريه كبيره قبل ما سينكو اصلا يتفك منه التحجر ويقوم ومش عارف ايه يعني، كان في ناس اصلا عايشه قبل ما سينكو يقوم اساسا. فهو فجاه كده اكتشف لقى القريه دي موجوده، فعرف بقى ان القريه دي هي اسلاف لناس كانت موجوده في مكوك في الفضاء، ما تاثروش بالتحجر دوت او بالومضه اللي حصلت. طبعا دي كانت فرصه كويسه بقى لسينكو اللي هو يعيش في القريه دي، ويحاول بقى ان هو ايه يرجع العالم بقى زي ما كان، عن طريق بقى انه يبتدي معاهم من الصفر بقى، يبدا يخترع بقى اللمبه ويخترع المش عارف ايه، ويبدا بقى ان هم يعيدوا بقى المشوار ويبتدوا مع بعض من الاول. فطبعا اللي خلاهم يتقبلوا سينكو ان هو يبقى معاهم في القريه دي ان كان في بنت مريضه وما كانوش لاقيين لها علاج، فهو طبعا اخترع المضاد الحيوي، فلما اخترعه خليته خفت، فلما خفت هم بقوا يعني وثقوا فيه وبقى عايش معاهم وبتاع، وبقى زعيم القريه وحوار كده، وكان لهم طقوس وبتاع. المهم يعني الخلاصه ان سينكو بقى خلاص ليه مجتمع عايش فيه، وتسوكاسا بقى ليه خلاص مجتمع هو كمان عايش فيه، فبدا بقى يبقى في ايه بقى صراع بين المجتمعين، بقى يبقى في صراع بين سينكو والمجتمع بتاعه وتسوكاسا والمجتمع بتاعه، عشان ده في هدف معين عايز يوصل له، وده برضه ليه هدف معين عايز يوصل له، فبرضه نشا صراع برضه تاني برضه. فطبعا ما كنتش حابب ان يكون في صراع من الاساس يعني، فكره ان يكون في صراع هي فكره اصلا مش منطقيه بالنسبه لي. يا باشا انت يبقى في صراع ليه اصلا؟ ما احنا حبايب، يبقى في صراع ليه؟ ليه يبقى في صراع؟ ما الصراع الحقيقي يعني، يا ريت اصلا احنا كلنا نتحد يعني، كان نفس المؤلف ما يحاولش يقنعني بالهزي ده، انه يخلق لي صراع عشان خاطر واحد دماغه تعبانه رفض فكره العلم. يا عم انت بتعمل ايه؟ ما كفايه اصلا المصيبه اللي احنا فيها، العالم كله متحجر والدنيا بايظه، هو في صراع اكتر من كده؟ اكيد لا طبعا يعني، مفيش صراع اكتر من كده، فخلينا نتعاون مع بعض عشان الليله الزرقاء اللي احنا داخلين عليها دي اساسا يعني، فده في حد ذاته اصلا صراع يعني، صراع البقاء، فكلنا نبقى مع بعض كده حلوين ونشوف بقى الليله الكبيره اللي احنا داخلين عليها. مش تقول لي اتنين متخاصمين مع بعض ده مش عايز العلم، ولا ده عايز العلم وده انا موت اللي انا عايزه، ما تدخلناش يا باشا في لعب العيال اللي بينهم وبين بعض دوت يعني، يا ريت بس المسلسل يبقى اخد منحنى جد شويه. فطبعا هو المسلسل حلو جدا جدا جدا، لكن الفكره اللي انا رافضها هي فكره الصراع اللي ما بين سينكو وتسوكاسا. ليه صراع ما بينكم ليه حضراتكم ليه يعني؟ بعدين تسوكاسا ده انت يعني انت، ما هو اختك كانت عيانه وسينكو عالجها لك، طب ما هو ده العلم اللي مش عاجبك. بس هو في النهايه مسلسل حلو جدا، انا بس مش عاجبني فكره الصراع الكتيان اللي ما بينهم دي، ملهاش اي 30 لازمه، كان نفسي يركزوا بس على المصيبه اللي قدامهم ان العالم كله تحجر ومفيش ناس ولازم ينهضوا بالعالم من اول وجديد، ده لوحده تحدي يعني.
كانش له لازمه. التحديات الحمضانه اللي ما بينهم دي ملهاش لازمه اساسا يعني. بس هو كمجمل مسلسل حلو جدا جدا جدا، وفكرته جديده ومختلفه وممتعه، والرسم والتحريك والشخصيات رائع جدا. انصح اي حد بيتابع انمي يشوف المسلسل دوت. لو حابين ان انا اكمل في مراجعه افلام ومسلسلات، حط رايك على الفيديو واشترك على القناه، واستنى الحلقه اللي جايه.